60 كيلو جرام على حسب الفئة والأوبشن اللي معاك. فوزن السيارة صراحة ساعدها، شوف يعني صراحة مو سهلة، شوف السيارة رشيقة عم تطلع معي بسهولة. شوفوا الآن لقطات استعراض للجيب شيروكي 2019، وأيضا شوفوا ردة فعل بعض الناس وقت جربوا هالسيارة وأدائها بالأفرود كيف. هلا والله بالشباب، كيف حالك؟ هلا والله الحمد لله بخير. كير استخدام وريح جدا، مسكة كير مريحة تمام، زجاج بعيد عن راسك ما بيتزعجك. حلو، ملاحظات حلوة. هذه عليها ماكينة البنت ستار، اها، بال 3.2 271 حصان ما شاء الله. كيف شغال وكل شيء من لمحة الأولى؟ شو رايك؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، لين الحين السيارة ستوك، تجاوب جميل يا الحين. ما بتحس بالوزن الزايد؟ انا ما بسوق حاسس بقوه السياره، ما فيها وزن زايد، ما في وزن زايد. 1700 كيلو تقريبا، سياره ب 800 كيلو بس. ما شاء الله تبارك الرحمن. مسوي اختبار عنيف احمد للسياره. صدمتني السياره يا كريم، هذا والله العظيم، والله ما في حد يطلع في سيارة الا ما ينصدم. والله صدمتني داخل بر، قول وين رايح انت؟ احنا كلنا رنقله وراش، وين جاي معنا في السيارة؟ زين تصدمه بس فيها فور لو، فيها الديفلوب، فيها كل شيء. سعرها حلو يا اخي، 160000 فول اوبشن صح؟ تقريبا حسب الاسعار، حسب الاوفرات كذا اللي عم يسووها. اسم على مسمى الجيب حبيب. هيا يا جماعة الخير، تجربة الجيب شيروكي 2019 شفتوها معاي اليوم. بكل صراحة لو قارنا بالمنافسين، يمكن في كثير منافسين تصميمها أجمل من الجيب شيروكي، ولكن بكل صراحة للشخص اللي يبحث عن سيارة عائلية 5 ركاب بينها وبين المنافسين ولها قدرات أوفرود عالية، حتكون جيب شيروكي واحدة من أفضل الخيارات بهذه الفئة من ناحية السعر والقدرات مقارنة مع المنافسين. ركزوا موضوع قدرات الأفرود، شفتوا أمامكم كل شيء صار. شوف السيارة نشيطة، يعني حتى في البر نشيطة.